السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الطبخ بقى اسهل. النهارده هنعمل معاكم سمك المشوي بس في مكان جديد. هنعمل السمك المشوي في الهواء الطلق كده في الوسع. عايزين تشوفوا الطريقه بقى الغريبه اللي احنا هنشوي بيها السمك. احنا هنعمل ليه كده نار كده تحتيه بالخشب والحاجات اللي هي الكوالح والحاجات بتاعه اللي هي الخشب الناشف ده عشان نولع بيه، وبعد كده طبعا هنحط عليه صاج الشوي ونشوي السمك مع بعض. بصوا كده النار شغاله بقى جهزت اهيت والصاج سخن. هنبدا بقى نحط عليه السمك عشان يتشوي. هات يا حبيبي البتاع. زي ما انتم شايفين اهو السمك بيتشوي، احنا رصيناه وبص النار تحتيه احلى من نار البوتاجاز، يعني عاليه جدا وهتسبب ان هو يتشوي بسرعه ويبقى طري وحلو، احلى كمان من النار اللي على البوتاجاز اللي في البيت وزي الفرن زي الافران بالظبط. هتلاقوا النار طالعه من ناحيتين، من هنا ومن هنا. زي ما انتم شايفين النار تحت السمك كانه فرن بالظبط، اعلى بكتير من لو عملناه في البيت او على البوتاجاز او كده. حاجه هايله بصراحه، والسمك استوى شكله جميل جدا. هنبدا بقى نطلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي طلعنا السمك بتاعنا زي ما انتم شايفين وجهزنا بقى ليه اللي هنحطه عليه. هنحط طماطم وفلفل اخضر وملح وكمون وتوم طبعا اساسي. ناقصنا ايه بقى؟ ناقصنا الليمون. هنروح بقى على الشجره نجيب الليمون من هناك. يلا بقى هنجيب الليمون من على الشجره عشان نروح نحطه على السمك. بص الشجره طرحها قد ايه كتير. طبعا مش كل ده هنحطه على السمك، لكن احنا بناخد ليمون بقى بالمره يبقى معانا عشان احنا ايه مش هنبننا كل شويه نيجي عند الشجره ناخد الليمون ونمشي. دي خلاص اخر رصه معانا زي ما انتم شايفين اهي. مش هنحط بقى نار زياده كمان عشان احنا خلاص قرب السمك يستوي، وهي دي اخر مجموعه معانا خلاص هنطلعها. يبقى احنا كده خلصنا السمك بتاعنا. الشوي بتاع الصاج والنار العالية دي بيبقى احلى كتير. اللي عايز يا جماعة يشوي سمك في البيت لازم يجهز ليه نار عالية قوي علشان بيستوي بسرعة ونقلبه بسرعة يقوم ما ينشفش منكم، بالذات لو هو سمك حجمه صغير زي ده. ده على فكرة كمان عايز اقول لكم برضو لما تختاروا للشوي تختاروا الحجم الصغير بيكون اطعم بكتير من الكبير. السمك لما بتشوي على نار عالية وهو صغير كده بيبقى طري جدا، لكن لما تبقى النار هادية عليه وما نقدرش ان احنا نزودها بتبقى السمكة ناشفة ومش حلو ابدا في الشوي. فانصحكم تعملوا كده او طبعا تعملوا الافران العاليه اللي هي ايه بتعمل حراره عاليه علشان تبقى السمك مشويه كويس.
كده خلصنا وجهزنا الاكل بتاعنا، وزي ما احنا شوينا في الهواء الطلق برضه هناكل في الهواء الطلق. عايزه اقول لكم لو عجبكم الفيديو واستمتعتوا معانا تعملوا لي شير ولايك للفيديو، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.